وعلشان تعرف تاريخ بلدك بطريقة مبسطة يبقى لازم تنزل دلوقتي وتعمل اشتراك في القناة، وما تنساش كمان تدوس لايك على الفيديو ده وتفعل زر الجرس. كتاب الخروج في النهار او كتاب الموتى او بوك اوف ذا ديد. السلام عليك ايها الاله الاعظم، اله حق، لقد جئتك الهي خاضعا لاشهد جلاله، جئتك الهي متحليا بالحق متخلفيا عن الباطل، فلم اظلم احدا ولم اسلك سبيل الضالين، لم اكن لك كاذبا ولم اكن لك عصيا، وما دمت بريئا من الاسم اجعلني يا من الفائزين. كتاب الموتى هو عبارة عن مجموعة من الوثائق الدينية والنصوص الجنائزية واللي كانت بتستخدم في مصر القديمة علشان تكون دليل للميت في رحلته للعالم الآخر، واستخدمت هذه النصوص من بداية العصر الحديث للدولة المصرية القديمة أو عصر الدولة الحديثة حوالي سنة 1550 قبل الميلاد وحتى سقوط الأسرة 26. والنصوص دي كانت بتتكون في الغالب من مجموعة من الصلوات والابتهالات والمدائح والتعاويذ السحرية المصحوبة برسومات، واللي كانت بتساعد المتوفي في إكمال مسيرته للعالم الآخر. والعقيدة المصرية القديمة كانت دايما بتمزج بين ثلاث عوالم، والعوالم دي كانت هي البشري والإلهي والطبيعة، وكانت بترى ان الموت ما هو الا عملية انتقال من عالم لآخر. كتاب الموتى بيحتوي على 200 فصل، ووصلنا نصوص الكتاب مدونة على الجلود والتوابيت والأكفان وحوائط المقابر والمعابد وأوراق البردي، وتم تسمية نصوص الكتاب في البداية باسم إنجيل المصريين، أما الاسم الشائع للنصوص دي دلوقتي هو اسم كتاب الموتى، لكن احنا بنفضل التسمية اللي أطلقها أجدادنا على النصوص دي واللي كانت باسم بيرت إم هيرو أو الخروج إلى النهار. وعلى خلاف فصول كتاب العالم السفلي واللي ظهرت في عصر الدولة الحديثة، فصول كتاب الخروج في النهار ما كانتش بتخضع لأي نوع من أنواع التسلسل، وفصول الكتاب كانت مختلفة ومتنوعة، ومنها فصول كانت بتتكلم عن التعرف على أرواح الآلهة، ودي من الفصل رقم 107 لغاية الفصل رقم 116. كمان كان في فصول بتتكلم عن رعاية وحماية المتوفي في العالم الآخر زي استنشاق الهواء وشرب الماء وتناول الطعام، وفصول أخرى في الكتاب كانت بتتكلم عن حماية الجسد من التحلل، وجميع فصول الكتاب مظهرتش في وقت واحد، فهنلاقي مثلا ان الفصل رقم 140 ما ظهرش غير في العصر المتأخر، والفصل رقم 128 ما بقاش من محتويات الكتاب الا في العصر البطلمي. والكهنة كانوا دايما بيبقوا حريصين على عدم افشاء سر ونصوص كتاب الموتى بحجة عدم سقوط قدرتها السحرية، وده كان بيهدف في الأساس لاحتقار بيع البردية أو الكتاب أو النصوص دي بتمن باهظ. وفي نص وصل لنا من عصر الأسرة 20 بيمدنا بمعلومات عن تمن البردية، واللي كان تمنها في الوقت ده بيعادل 90 جرام من الفضة، وما يقدرش عليه غير كبراء القوم من كبار موظفي الدولة. والنصوص اللي كانت موجودة في الكتاب كانت إما بالخط الهيروغليفي البسيط أو الخط الهيراطيكي. كتاب الموتى بيصف الأماكن المختلفة اللي بتعبرها روح المتوفي، وكمان الكلام اللي بيقوله المتوفي لحرس الأبواب وصيغ الطال شر أعداء الضياء والنور. والمتوفي كان لابد عليه انه بيتلو ورد بياخد فيه شخصية اي اله كحامي ليه علشان يكتسب صفاته، علشان كان بيخاف ان الارواح الشريرة ممكن تاخد فمه فما يعرفش يتكلم مع الالهة، او تاخد قلبه، او تقطع رأسه، او انها تخليه يضل طريقه.
فتلاوة التعاويذ والأوراد دي كانت كفيلة إنها تحميه من شر كل المهالك اللي بتسعى لإهلاكه في العالم الآخر، وهدف الميت كان هو الوصول للأبدية في العالم الآخر زي ما كان بيعيش في الأرض، لكن بدون أمراض ولا كبر في السن، وكمان بيكون رفيق للآلهة بياكل ويشرب معاهم في بعض المناسبات. كتاب الخروج في النهار زي ما قلنا قبل كده بيتكون من عدة فصول، والفصول دي بتشير إلى 1. وقاية الميت من الشياطين والأرواح الشريرة والتعابير. 2. بتعرف الميت عند البعث الطريق للآخرة. 3. بتساعد المتوفي على عبور بحر النار وتخطي الصعاب اللي بتهدده. 4. بتسمح ليه في التردد بين العالم الأرضي والعالم الآخر. 5. بتساعده في الحصول على الغذاء والماء وتلقي الهبات. 6. بتساعده على معرفة أسماء الآلهة والأسماء الهامة، وبتساعده على معرفة الأبواب وأسمائها وتعاويذ فتحها والمرور منها والوصول للآلهة وتعريف نفسه للآلهة. ومن أشهر الأمثلة اللي جيت في كتاب الخروج في النهار أو كتاب الموتى هو دعاء بيدافع فيه الميت عن نفسه اسمه دعاء الاعتراف بالنفي، واللي بيقول فيه الميت: لقد جئتك يا إلهي خاضعا لأشهد جلالك، جئتك يا إلهي متحليا بالحق متخليا عن الباطل، فلم أظلم أحدا ولم أسلك سبيل الضالين، ولم أحنس في يمين، لم أكن لك كاذبا، ولم أكن لك عصيا، ولم أسع في الإيقاع بعبد عند سيدي، إني يا إلهي لم أجع ولم أبكي أحدا، وما قتلت وما ضربت، بل وما كنت محرضا على قتل، إني لم أسلك من المعابد خبزها، ولم أرتكب الفحشاء، ولم أدنس شيئا ولم أغتصب مالا محرما، ولم أنتهي حرمة الأموال، إني لم أبع قبحا بثمن فاعل، ولم أطفئ الكيل، وما دمت بريئا من الإثم، فاجعلني يا إلهي من الفائزين. ومن أشهر فصول كتاب الموتى الفصل رقم 17 والفصل رقم 125، واللي بيمثل محاكمة المتوفي في العالم الآخر، بحيث إن المتوفي بيقف في العالم الآخر أمام محكمة بتتكون من 42 قاضي للاعتراف باللي كان بيعمله في حياته، بحيث إننا بنشوف في اليسار الإله أنوبيس وهو إله الموتى وهو بيصاحب المتوفي أثناء عملية وزن قلبه، وفي الوسط منظر عملية وزن القلب. أنوبيس إله الموتى بيوزن قلب المتوفي وبيقارنه بوزن ريشة الحق ماعد، بينما بيقف الكائن الخرافي عم عمود منتظر التهاب القلب، وده لو كان المتوفي خطاء، وبيقوم تحط إله الكتابة بتسجيل نتيجة الميزان بالقلم في سجله، والبردية دي محفوظة في المتحف البريطاني، وهي بترجع لعصر الأسرة ال19، والنسخة الأصلية لكتاب الموتى موجودة في المتحف البريطاني، وبتعتبر تذكرة الدخول لمشاهدة الركن الخاص بكتاب الموتى هي الأغلى على الإطلاق في المتحف. المفكر الراحل الدكتور مصطفى محمود ذكر إن كتاب الموتى الفرعوني كتاب بيثبت توحيد الفراعنة وإيمانهم بأن في إله واحد، واستشهد في ذلك بأحد العبارات اللي دونها المصريون القدماء في كتاب الموتى وهم بيحدثوا فيها الله عز وجل، وهم بيقولوا: أنت الأول ولا قبلك شيء، وأنت الآخر ولا بعدك شيء. وبيشوف الدكتور مصطفى محمود إن كتاب الموتى لم يحرف، لكن ربما التاريخ الفرعوني نفسه هو اللي تم تحريفه، علشان كده الدكتور مصطفى محمود بيشوف إنه لابد من صياغة التاريخ من جديد علشان نثبت إن الفراعنة أمنوا بإله واحد. وعلشان تعرف تاريخ بلدك بطريقة مبسطة يبقى لازم تنزل دلوقتي وتعمل اشتراك في القناة، وما تنساش كمان تدوس لايك على الفيديو ده وتفعل زر الجرس.